اليوم احنا عندنا احتفال بمناسبة افتتاح بيت النساء. طبعا احنا بدينا شغل قبل هيك من 2013، بس اليوم افتتاح المقر الجديد لبيت النساء اللي هو بقلعة آل حمد الله اللي عمرتها مؤسسة رواق. كمان اليوم احتفالنا بالجزء الأهم من افتتاح بيت النساء اللي هو اختتام مشروع الحفاظ على التراث الفلسطيني المهدد بالانقراض من خلال تجميع الأغاني الفلسطينية القديمة مباشرة من الحجات الكبار بالسن بمنطقة طول كرم بقرى ومخيمات طول كرم. هلأ احنا جمعنا هاي الأغاني، وطبعا اللي اكتشفنا انه لأول مرة بطول كرم حدا بيجمع هاي الأغاني، رح تطلع بكتيب وسيدي. دربنا حوالي 18 صبية فتيات من سن 13 ل 16 على أداء هذه الأغاني، واليوم هذا تتويج للمشروع ولافتتاح بيت النساء طبعا تحت رعاية الدكتور دولة الدكتور رامي الحمد الله، وحضور حضرة المحافظ وكل الفعاليات والمؤسسات.